طيب تطوير القرى وتحسين حياة المواطنين يعني على جميع المستويات بيحتاج لأن ترافقه بشكل متوازي تنمية مستدامة. التنمية طبعا مش هتيجي إلا بتحويل كل هذه القرى لتكون قرى منتجة يا أستاذ مصطفى. إزاي نقدر ننفذ ده من خلال التعاون ما بين الحكومة صحيح. والمجتمع المدني والقطاع الخاص؟ دي نقطة مهمة جدا ودايما موجودة في التخطيط الاستراتيجي للمبادرة على مدار الثلاث سنوات، أن يتم توفير فرص عمل مستدامة لكل أهالينا في الريف المصري من الغير متعاملين في الوظائف الحكومية أو الغير موظفين في القطاع الخاص. هناك كثير من الأسر الغير قادرين من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وكثير من الشرائح المستهدفة لمزارة الحماية الاجتماعية. لما بنتكلم هنا بشكل مباشر في القرى في المرحلة الأولى، هناك دراسة تمت لتوفير بعض المصانع والورش الحرفية واليدوية والتراثية والحفاظ على هذه المهن. أيضا دور المجتمع المدني في بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، دور جهاز المشروعات اللي بيقوم بدور كبير في رصد احتياجات أهالينا من كثير من المشروعات، أيضا القطاع الخاص وتوفير فرص عمل. لكن على الجانب الآخر، في ظل أو في إطار المدة الزمنية المحددة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل متوفرة الآن. تطوير خطوط الإنتاج لتوفير المستلزمات سواء لمشروعات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو البناء وسكن كريم، كل المقاولين المحليين اللي تم إشراكهم في المبادرة من خلال وزارة الإسكان ومن خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولين اللي بيتعاملوا في هذا المشروع الضخم، بيتعامل آلاف من المواطنين من أبناء القرى. وهنا كانت نقطة رئيسية ومحورية جدا في المبادرة تكليف من السيد الرئيس ومن دولة رئيس مجلس الوزراء بالاستعانة بالمواطنين وأهالي القرى. ما يكونش الحرف أو المهن اللي بيتم الاستعانة بيها يوميا بعمالة من خارج هذه المحافظات، حتى لو مش من القرية يكون من القرى المجاورة أو من المراكز المجاورة للمناطق اللي بيتم العمل فيها الآن في مشروعات بنية أساسية وتحتية وإنشاء مجمعات حكومية وتطوير مدارس ورفع كفاءة مراكز شباب ومستشفيات ووحدات صحية. دي بتوفر آلاف الفرص العمل بشكل يومي. لكن هنا الأهم كمان أننا نبدأ يتم اختيار وتطوير وتدريب مجموعة كبيرة منهم للاستمرار في الحفاظ على هذه المشروعات، مش بس فقط هيتوقف العمل بعد ثلاث سنوات، لا، احنا نكون أهلنا كثير وألاف منهم للدخول في الإطار الرسمي للمشروعات اللي توفرها الدولة سواء اللي تم إنشائها بالفعل أو اللي هيوفرها المجتمع المدني. وده هيحصل من مشروعات التمكين الاقتصادي من خلال وزارة التضامن، برنامج فرصة وبرنامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة التضامن وأكثر من 23 جمعية أهلية الآن بيتم الدراسة، وكان بالأمس في اجتماع مع معالي وزير التضامن الاجتماعي لوضع الإطار العام لهذه المشروعات وكيف يتم تنفيذها ومتابعتها والحفاظ على الجودة المقدمة منها واستمرارية دعم هذه المشروعات بالربح لكل أهلنا اللي هيشتركوا أو يستلموا هذه المشروعات. طب احنا عايزين نعرف يعني بشكل عام حجم الإنجاز ايه والعمل اللي بيتم داخل قرى الريف المصري لتطويرها ضمن هذه المبادرة؟ خليني اقول لحضرتك ان الفترة الزمنية او الجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى بيسير على قدم وساق في المدد المحددة سواء للشركات أو المقاولين أو حتى الوزارات، يعني في متابعة يومية، يعني مش هقول لحضرتك إن ممكن قد تصل لمتابعة لحظية من رئيس الوزراء، متابعة دورية أيضا من السيد الرئيس، وده شيء لم نرى من قبل إن في أي مشروع حتى قومي إن فيه يكون متابعة ورقابة بهذا الشكل. دور رئيسي من وزارة التخطيط في مؤشرات القياس اللي بتحصل بشكل أسبوعي وشكل شهري وربع سنوي. في بعض القرى قد تصل نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 70%، وفي يعني متوسط معدلات التنفيذ تصل يمكن من 65% ل70% في بعض القرى، ودي مؤشرات عظيمة جدا بتعني أن بنهاية هذا العام سيكون تم الانتهاء بشكل كبير جدا من قرى المرحلة الأولى المستهدفة، ما يصل إلى 1400 قرية. معدلات العمل ليل نهار، يمكن 3 شيفتات أو 4 في اليوم لا ينقطع العمل في بعض القرى. تعاون الأهالي
العمد والمشايخ وقادة الرأي والفكر في القرى وشباب القرى المتطوعين من خلال مؤسسة حياة كريمة ومن خلال شباب البرنامج الرئاسي والمتابعة وتذليل العقبات والرقابة اليومية بتذلل أي عقبة أو أي شيء بيروقراطي أو روتيني، ده ما عادش موجود في القاموس العمل المحلي أو التنموي اللي بيحصل خلال حياة كريمة. وده الحقيقة اللي كان ممكن يوقف كثير من المشروعات. زمان لما كنا بنشوف بعض المنشآت أو الكباري أو الطرق اللي بتنشأ ممكن نقعد فيها سنوات، النهاردة حاجة بتطوري 4500 قرية في مدة لا تزيد عن 3 سنوات بكافة الخدمات البنية الأساسية والتحتية، وأكثر من 30,000 عزبة وتابع ونجع.